وماذا ما هي ملامح خطتها للوساطة بعد كل العروض اللي اترفضت في السابق؟ رجب طيب أردوغان الذي يدعم الرئيس المعزول قال إن إسرائيل وراء الانقلاب في مصر، في حين أن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون قال إن بلاده تتابع عن كثب الأوضاع، مؤكدا أنها ستقف على الحياد طالما لم يتم تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها. يعني بالعادة دائما عندما نرى مشكلة في العالم العربي جميع الأطراف تتهم بأن إسرائيل تدعم هذا الطرف وتدعم هذا الطرف، هي ورقة دائما رابحة يعني على الأقل نفسيا ومعنويا وخطابيا في العالم العربي. كيف وأين هي إسرائيل من المعادلة ومن الوضع المتأزم في مصر اليوم؟ إسرائيل بكل تأكيد موجودة، يعني بطريقة ربما تكون غير واضحة أو غير مباشرة على الساحة المصرية. أنا لا أتوقع وليس من المنطقي أن نفكر أن إسرائيل ستظل يعني لا تعير اهتماما لأكبر جارة ليها من الناحية الجنوبية وهي مصر. ولكن المسؤولين الإسرائيليين لا يتحدثوا في هذا الوضع كثيرا، ولكن أنا عندي هنا شواهد في العاصمة الأمريكية واشنطن باتجاه أكبر منظمة للضغط وهي الإيباك، منظمة اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن، للسعي لدى الإدارة الأمريكية ولدى الكونغرس بعدم إيقاف المعونة العسكرية إلى مصر. وهذا له أسباب هي ليست محبة في مصر وليست محبة في النظام، أي نظام سيأتي، ولكنها لمصلحة إسرائيل. إذا تم إلغاء المعونة العسكرية في مصر فبالتالي هيعطي الجيش المصري الرخصة التي يحتاجها لزيادة عدد قواته في مناطق سيناء ألف وبه وجيم. جيم هي الشريط الحدودي بين مصر وإسرائيل، ويستطيع أن يزيد عدد قواته بلا حد. المعونة قد تقررت في عام 79 كجزء من معاهدة كامب ديفيد. إذا رفعت مصر عدد قواتها الموجود في هذه المنطقة فبالتالي ستضطر إسرائيل إلى أنها تزيد من عدد قواتها. كما نعلم أن إسرائيل الجيش الإسرائيلي بيقوم على الاعتماد على قوات الاحتياط. إذا اضطرت إسرائيل أن هي ترفع التواجد العسكري على الحدود فبالتالي ستستدعي الاحتياط. هذا الاستدعاء سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي. نحن بنسحب من القوى العاملة ونضعها في الخدمة العسكرية، بالتالي فسيكون له يعني نتيجة اقتصادية. من سيتحمل هذه النتيجة؟ بالطبع سيكون دافع الضرائب الأمريكي في شكل معدات، في شكل دعم اقتصادي لتعويض الخسائر من يعني التوقف الانتاج هذه الوحدات اللي هي هيتم استدعائها. بالإضافة أنه يوجد أيضا بتسعى إسرائيل وهذه بطريقة غير مباشرة على اختراق الأحزاب المصرية. يوجد لدينا معلومات أن أحد عملاء أو المعروفين بليهم علاقات مع الموساد الإسرائيلي بيسعى لدى الأحزاب المصرية لإيهامها بقدرتهم على فتح الأبواب لديهم في واشنطن، ولكن الكثير من المصريين المنتبهين لهذه التحركات بيوئدوها في حينها. ولكن يجب ان احنا ننوه في هذا الاتجاه ان يوجد اصابع الموساد في الداخل المصري ولا يجب ان نخفلها، ويجب على الاحزاب ان تنتبه الى من تتعامل في داخل امريكا.